في الحقيقة أنت طول الوقت بتنتقديها، على طول قاسي عليها، عمرك ما احتويتيها ولا خدتيها في حضنك ولا حاولت تعرفي ايه اللي وصلها للحالة دي ولا ايه اللي مضايقها. حتى امبارح في المستشفى وهي في أسوأ حالتها ما رحمتهاش، ما اهتمتيش تعرفي هي خدت مخدرات ليه ولا هي بتهرب من ايه. صافي، خديها في حضنك، ضميها لصدرك، طمنيها، اقبليها زي ما هي كده. مصطفى، اللي انت بتتكلم عنها تبقى بنتي انا. ايه دلوقتي تتهمني وتقول ان السبب في اللي هي فيه ليه؟ انا عملت لها ايه؟ سارة عارفة اللي كان بينها يا صافي. نعم، بتقول ايه؟ اللي سمعتيه، سارة عارفة. انت عرفت السبب؟ سمعتها بتكلم صاحبتها وبتحكي لها، من ساعتها عرفت هي ليه طول عمرها بتعملني وحش وليه بت عندك ومصره انها تضايقك. مصطفى، اللي كان بينا زمان غلطه ونسيناها، جايز احنا نسيناها، لكن هي عمرها ما